أهلا فيكم برج السرطان في قناتي. راح نشوف توقعاتك العاطفية. طبعا طاقات القراءة مفتوحة، يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أطول، أكثر من أسبوعين. وأيضا القراءة عامة، يعني مش راح تنطبق على الجميع، ولكن ممكن يكون في بالقراءة رسالة أو إشي معين ممكن أنت تستفيد منه. فخذ الأشياء اللي هي إيجابية من القراءة، واترك الأشياء اللي بتحسها سلبية أو بتحسها ما بتنطبق، لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر. راح نشوف طاقتك وطاقة الحبيب أو طاقة الشريك، وشو الأشياء اللي بينكم اللي ممكن يكون يعني سبب الخلافات بينكم في الوقت الحالي. أيضا خطواتك في المستقبل وخطوات الحبيب في المستقبل ومستقبل العلاقة بينك وبين الحبيب. طيب رح نبلش أول بطاقتك أنت يا برج السرطان. بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان، بس نسحب كروت أول توضيحية لحتى نفهم الوضع أكثر. بالنسبة لطاقتك يا برج السرطان، عم شوف إنه حاليا عم تركز على إنك تشافي حالك من وضع معين. ممكن يكون في حصل عندك انهيار بعلاقة معينة أو انهيار بأساسات معينة. ممكن أيضا يكون الوضع المادي بالنسبة لإلك، عم شوف المادة كتير كتير مهمة بالنسبة لإلك بهالفترة، لأنه عم شوفك عم تحاول تبني حالك أو تبني مستقبلك. فممكن تكون حطيت أمام اختيارين أو شيئين معين، أو إنك تختار حتى بين علاقة وبين فرصة عمل. وعم شوف الأغلبية منكم عم يختار السلف لاف، أو عم تختار إنك تحب حالك وتركز على حالك أكتر. بمعنى ممكن البعض منكم يكون أيضا رحل من علاقة معينة من أجل فرصة مادية، أو من أجل إنه يطور وضعه المادي. عم شوف في منكم الأغلبية اختار قرار بالرحيل عن شخص معين، لأنه الوضع بالعلاقة تبعتك أو مع الشخص اللي أنت عم تتعامل معه كان عم يسبب لك نوع من التشويش. كنت مش عم تشوف الأمور بوضوح، فعم شوف اخترتوا الرحيل عن إشي معين. أو للبعض منكم إذا مش أنت اللي اخترت الرحيل عن علاقة أو اخترت إنك تترك إشي معين، بمجرد ما انه صار في نهاية لإشي معين The Tower Card، في عندك باب جديد انفتح امامك. ممكن يكون ايضا من الناحية المادية، او في فرصة جديدة بحياتك انفتحت. ممكن يكون حتى شخص، ولكن الشخص اللي الجديد بحياتك ممكن يكون ساهم بوضعك المادي، او نوعا ما عم يشارك بنجاحك المادي. ممكن يكون دعم نفسي، ممكن يكون شخص عم تشتغل معه أيضا، أو عم تتشاركوا مع بعض نفس الهوايات أو نفس الطموح، وعندكم نفس الأهداف والنظرة، عندكم نظرة إلى شيء بالمستقبل تتشاركوا فيها. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه، عم شوف انه هو الشخص اللي عم تتعامل معه لابس قناع او لابس ماسك. ايضا عم شوفه حاليا هو عالق بمفترق طريق، ممكن يكون عم يستني خبر منك ايضا، أو عم يستنى رسالة منك، أو عم شوفه بالعقل الباطني بده نوع من التواصل معك.
في عنده رسالة أو إشي معين هالشخص بده يحكيها لإلك، وبده يوصل لك هالمعلومة لإلك. همشوف هو مركز أيضا على بدايات مادية جديدة، أو إذا في عم يفكر بشخص بحياته أو عم يفكر بعلاقة، الجانب المادي مهم لهالشخص، لأنه عم يبحث عن التوازن، عم يبحث عن التوازن من الناحية أيضا، من ناحية الأخذ والعطاء بينك وبينه. عم شوف إنه هو مركز كتير على وضعه المادي. يعني إذا أنت مش عم تحكي مع هالشخص، البعض منكم اللي عم يمروا بفترة انفصال، هالشخص مركز كتير على وضعه المادي حاليا، وفي عنده ممكن أيضا عم يحط ماسك أو عم يحط شخصية معينة أمامك، ممكن أيضا عم يخفي مشاعره هالشخص. والسبب إنه عم يخفي مشاعره إنه من الناحية المادية هالشخص لسه عم يشتغل على حاله، أو ممكن أيضا يحس إنه العلاقة بينك وبينه هو محطوط أمام اختيارين بده يختار. ممكن يكون شخص قديم أيضا أو شخص جديد بحياتك، ولكن هو عم بيحس إنه بمفترق طريق، وفي عنده أيضا اختيارين. ممكن أيضا يكون محتار بين إنه يحكي معك وبين إنه ما يحكي معك، لأنه عم يشوف إنه هو في حكي بده يحكي، ولكن العائق اللي موقف بطريق هالشخص هو مادياته أيضا. فعم شوف في تشابه بالطاقات هون، بطاقتك وبطاقته، فممكن تكون أنت عم تتعامل مع توأم شعلة أو مع سول ميت، لأنه طاقتكم بتشابه بعض أو بتعكس على بعض. بالنسبة لشو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم حاليا، أو واحدة من أسباب الخلافات بينكم أو أسباب النزاعات بينكم، عم شوف إنه في أنت وهو عم تخبوا الطفل الداخلي جواتكم، بمعنى إنه أنت وهو في عندكم صعوبة بإنكم تظهروا مشاعركم تجاه بعض. عم شوف أيضا الأغلبية منكم مش عم يحكوا مع بعض، ولكن ما عم شوف في مشاكل أو نزاعات، ولكن في انعزال بالموضوع، في صمت وفي حكي كتير مخبى بالصمت هاد بهالكرت مش عم ينحكى فيه، وفي حواجز بينك وبين هالشخص. همشوف أيضا الصراع على السلطة ممكن يكون واحدة من الأسباب أيضا اللي في مشاكل أو عم تسبب مشاكل بينك وبين هالشخص، لأنه مبين أنه أنت وهالشخص طاقتكم تتشاحن مع بعض كتير، أو في مشاحنات بطاقتكم مع بعض كتير، وبسبب هالمشاحنات تضطر إنك تظهر أنت وهالشخص بصورة معينة، أو بتضطر إنك تظهر لهالشخص صورة معينة أو جانب معين من شخصيتك غير اللي أنت بدك تطلعه، أو غير اللي أنت بتطمح إنه هالشخص يشوف فيك. عم شوف أيضا في انجذاب جسدي كتير عالي بينكم، بالذات من طرف الرجل بها العلاقة، أو الماسكولين انرجي أو الطاقة اللي هي رجولية بها العلاقة. عم شوف أيضا الامرأة في عندها انجذاب، طاقتكم انرجيتيكلي طاقتكم متناغمة مع بعض، برغم انكم مش عم تحكوا مع بعض، ولكن في انت عم تحس بطاقة هالشخص، والشخص ايضا عم يحس بطاقتك.
بمعنى انه في تواصل روحاني بينكم كتير كتير عالي، وبالنسبة للطاقة بينكم عم شوف انه في اخذ وعطاء بالطاقة، في توازن. يعني عم شوف الأغلبية منكم عم يحاول انه يركز بالشفاء بهالطاقة، عم يحاول انه يركز او يبعث للطرف الآخر طاقة إيجابية. بالنسبة لخطواتك في المستقبل، عم شوف العلاقة اللي انت فيها يا برج السرطان تتطلب منك انك توكل امرك او طاقتك تماما الى الخالق، او يعني تخلي الامور تيجي مثل ما الله بيريد، لانه في بعض الاشياء بعلاقتكم خارج عن سيطرتك وخارج عن سيطرة الشخص الاخر. فعم شوفك بالمستقبل عم تحس بنوع من الثقل، ممكن يكون بطاقتك، او ممكن يكون عم تحس انه العلاقة بتثقل عليك او بتحمل وزن عليك، وفي صعوبة من انك تتخطى او تبعد عنها الشخص. في صورة عم تظهرها انت لهالشخص، او رح تظهرها بالمستقبل لهالشخص، بانك ما بتريده او وضعك اوكي من غيره، ولكن انت بتشوف هالشخص سول ميت او بتعتبره رفيق درب. والفكرة الاساسية هون انه انت عم تحس بضغط بسبب بعدك عن هالشخص، لانه هالشخص حامل بلورة او حامل كريستالة، فبمعنى انت عم تحاول تكتشف معلومات اكتر عن هالشخص، ممكن تكون أوراق تاروت، أو ممكن تكون عم تحاول تتابعه أيضا بالسوشيال ميديا. في طرف ثالث بالعلاقة بينك وبين هالشخص عم يراقبكم، ممكن من بعيد أيضا، أو رح يراقبكم في المستقبل من بعيد. في ناس أو في شخص معين عنده مشاعر لإلك أو للشخص الآخر اللي عم تتعامل معه، بس بالأغلبية ممكن في عندك هون معجب سري أو شخص عم يراقبك من بعيد، وعم يشوف التواصل اللي عم يصير بينك وبين الشخص الآخر. ممكن أنت عم تحط، ممكن بالسوشيال ميديا أيضاً عم تحط أشياء، مقالات أو خواطر موجهة إلى الشخص الآخر، وفي أشخاص أو في شخص معين بيعرف إنه أنت عم توجه هالرسالة أو هالطاقة للشخص الآخر. بالنسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك اللي عم تتعامل معه، عم شوف هو عم يحس برفض، يعني لسه بالمستقبل عم يحس انه مرفوض منك، او انت رفضته، او رفضت عرض حب هو كان بده يقدمه لإلك. هو يحكي فيه معك. عم شوف ايضا بالمستقبل هالشخص مشاعره بتتحول من، ممكن في بداية العلاقة بينكم العلاقة كانت أغلبها انجذاب جسدي بحت، أو بالأغلبية كانت انجذاب جسدي عالي، ولكن عم شوف بالمستقبل هون الشخص اللي عم تتعامل معه عم يشوف الرضا النفسي أيضا، عم يشوف إنه ممكن أنت تقدم له الرضا النفسي اللي هو عم يبحث عنه. هالشخص بيشوفك أيضا إذا أنت امرأة أو حتى رجل، بيشوفك شخص متمكن أو متحكم بطاقتك، أو بتعرف تتحكم بطاقتك. أيضا ممكن
إذا في بالمستقبل بينك وبين هالشخص أو في أشخاص أو أطراف ثالثة بالعلاقة عم شوف هالشخص شخص دفاعي أو شخص عفوا شخص هجومي، يعني ممكن إذا في أي منافسة بينه وبين أشخاص أخرى هالشخص ممكن يكون عصبي أو ممكن يكون متهور، ممكن بيشوفك هالشخص أنت في عندك تحكم بعواطفك أكتر من ما هو في عنده تحكم بعواطفه. عم شوف أيضا إنه هالشخص بيطمح أو بده نوع من التغيير في المستقبل، لأنه بيشوف في بينكم عم يحاول أيضا عم يحاول إنه إذا صار في رفض منك برج السرطان تجاه هالشخص، عم يحاول أيضا إنه يظهر بشخصية أو ببرسونا إنه هو مش مؤثر في الوضع بالمستقبل. بالنسبة لطاقتكم المشتركة في المستقبل، عم شوف بالتأكيد رح يصير في بينكم بداية جديدة، لأنه في عندك ايسين أو ايس اوف سوردز وايس اوف وانز، في بداية جديدة رح تصير بينكم، وفي عندكم أيضا حتى بالمستقبل الطاقة الجسدية بينكم كتير رح تكون عالية، بس لسبب ما عم شوف لسه في سرية بالموضوع أو لسه في شخص أو في طرف هون لسه المشاعر مش عم تحكوا فيها أو مش عم تعبروا فيها لبعض، لأنه أنت عم تطلع على في عائق بينك وبين هالشخص، أنت عم تطلع على الحب والمشاعر اللي بتكن لها الشخص، وهو أيضا عم يطلع بكاست الحب تبعته، ولكن ما في حكي عم يصير بينكم، وكأنه الطاقة هاي طاقة مخباية أو طاقة لسه ما انحكى فيها. ولكن بالمستقبل بما أنه في عندك Ace of Swords وSwords بتتبع التواصل، فممكن يكون في بينكم أيضا تواصل، وعم شوف أغلب التواصل إذا في الماضي التواصل بينكم كان أغلبه سطحي أو يعني ما في أي عمق، بالمستقبل في عمق بالتواصل، أو في حتى حكي أو اعترافات بينك وبين هالشخص رح تصير بمشاعركم تجاه بعض. عم شوف أيضا إنه أنتو في حدا منكم مفهومه عن العلاقة الجسدية بينكم غير الشخص الآخر، يعني في شخص adventurous أو في شخص بيحب المغامرة أو بيحب يجرب أشياء جديدة، وفي شخص ممكن بينظر للعلاقة الجسدية كإكستنشن أو تمديد للعلاقة الروحانية أيضا. فأنت شوف تنطبق على مين بالضبط، ولكن في بدايات جديدة بينك وبين هالشخص رح تصير. أنا في هون عندي كروت أو رسائل حطيتهم أو سويتهم من الحبيب أو من الشريك، رح ناخذ منهم أكمل رسالة اللي هي ممكن تكون يعني رسائل موجهة لإلك من الشخص الآخر. أنا ما لقيت أي دك يعني أونلاين يكون في نفس الرسائل اللي موجودة هون، فبدي أجرب هالإشي الجديد، إذا حبيته أو إذا حسيته أنه منطبق أو كتير بينطبق على حالتكم مع هالشخص، ممكن نخلي هالرسائل شيء يعني دائما نستخدمه بقراءاتنا بالمستقبل. فالرسائل اللي الحبيب بده يحكيها لإلك ممكن ولسه ما حكاها لإلك، I fantasize and daydream about you، فهالشخص بيتخيلك وبيحلم فيك دائما بحياته اليومية حتى إذا مش عم تحكي مع هالشخص، فبده يحكي لك إنه هو بيفكر فيك. You are like a mirror for me and that scares me، فبالأغلبية أنت عم تتعامل مع
توأم شعلة، لأنه بيحس إنه أنت مثل مرايته هالشخص، وبيحس إنه أي إشي سواء كان بطاقته أنت تعكس هالطاقة عليه، أو بيحس إنه أنتو كطاقتكم تتشابهوا كتير مع بعض، فبيحس إنه أنت بتشوف، حتى إذا هو عم يحاول إنه يحط شخصية معينة هالشخص، يشوف إنه أنت تستطيع إنك تشوف يعني تحت جميع هالشخصيات اللي بيحطها أو البرسونا أو أي إشي. Although we might not always see eye to eye, I adore you. Don't change for me or anyone else. ممكن يكون في بينك وبين هالشخص اختلافات عديدة بينكم، وهالشخص بيحكي لك بالرغم من إنه ممكن يكون في بينكم اختلافات بالشخصية أو اختلافات بالنظر إلى الأمور، إلى إنه دائما بيحبك حب غير مشروط، وما بده إياك تتغير من أجله أو من أجل أي شخص آخر. أيضا بيحكي لك I am very stuck in my ways، فهالشخص في عنده عادات بحياته أو بشخصيته هو بيحس إنه عالق فيها، أو بيحس إنه مش عم يستطيع يطلع منها، بيحس إنه عالق بتفكير قديم ممكن، أو طرق حل الأمور قديمة. I have been avoiding you، فهالشخص كان عم يحاول أو عم يحاول إنه يتجنب الحديث معك أو يتجنبك، ممكن بسبب أيضا الرسائل السابقة مثل ما حكينا، بسبب إنه أنت بيحس إنه أنت بتشوفه على حقيقته أو على طبيعته. فأيضا ممكن يكون بسبب مشاكل أخرى بحياته، أشخاص أخرى أو عمل، عم يحاول إنه يبعد عنك أو ما يحكي معك في الفترة الحالية. I notice signs aligned with you، فهالشخص بحياته بيشوف دائما رسائل أو إشارات محوطة فيه بالكون أمامه، بيشوف إنه هي دائما، يعني ممكن يكون عم يسمع أغنية مثلا والأغنية هاي تذكره فيك، أو بيكون في مطرح معين وهالمطرح معين بيذكره فيك. فهالشخص عم يشوف إنه بحياته العامة في اشي كتير بتذكره فيك، فهو مركز. الشخص ايضا اللي عم تتعامل معه ممكن يكون انتوتيف، او ممكن يكون ايضا شخص روحاني، يعني بيفهم على الاشارات وبيفهم على التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تغيب عن نظر الاشخاص الاخرى. بدنا نشوف اخر اشي فقط، نصائح لإلك ممكن تفيدك، ممكن تستفيد منها. في تغيير رح يصير بحياتك بالمستقبل مع هالشخص. A happy change، في تغيير رح يكون إيجابي. عم شوفكم الاثنين كنتوا عم تحاولوا تدعوا أو توصل صلواتك إلى الله إنه أنتوا تكونوا مع بعض، لأنه في عوائق بينكم. أنا ما بعرف شو هي، ولكن بيختلف يعني من شخص إلى آخر، ولكن في عوائق بينكم. أنت حسيت إنه الحل الوحيد إنك تلجأ لله وتترك الأمور تتصلح مثل ما الله بيريد، أو تتركها إلى الوقت المناسب. عم شوف أيضا عندك كرتين emotions اللي هو بيتبع السوت تبعت الكب، فيعني علاقتكم بالمستقبل رح تتقربوا من بعض أكتر، وفي حنين رح يصير إلى ذكرياتكم بالماضي. فبرغم إنه مش عم تحكوا مع بعض، وبرغم العقبات اللي عم تواجهكم حاليا، إلى إنه هاي هي نفسها العقبات اللي رح تعمق التواصل بينكم الروحاني، لحتى تثق أنت بروحانيتك والشخص الآخر أيضا يثق بروحانيتك. عم شوف أيضا رح يصير في تفاهم، في احترام أكبر وأكثر في المستقبل. فحاول أيضا، بما انه هاي كروت نصيحة، حاول انه انت تخلي قلبك مفتوح لهالشخص ولهالعلاقة بالمستقبل. حاول انك تكون دبلوماسي اكثر. اوكي حبايبي برج السرطان، بتمنى القراءة تكون فادتكم. احكوا لي اذا حبيتوا فكرة الرسائل هاي من الطرف الاخر.
إذا حبيتوها راح نكملها في الفيديوهات القادمة. إن شاء الله الفيديو يكون انطبق عليكم. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله راح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا.